بسم الله. انتشر بين الناس دعاء يدعى مرة واحدة في العمر وبه خير كثير، يقول أنه دعاء عظيم الشأن، وأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من عبد يدعو بهذا الدعاء وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحر وعدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار بوزن السماوات والأرضين إلا غفر الله تعالى ذلك كله له. يا محمد، هذا الدعاء مكتوب حول العرش ومكتوب على حيطان الجنة وأبوابها وجميع ما فيها. يقول: أنا يا محمد أنزل بالوحي ببركة هذا الدعاء وأصعد به. من قرأ هذه الألفاظ وهو يعرف الأحاديث أو يعرف أصول الدين، بمجرد قراءة هذه الكلام حتى هنا سيعرف أن الحديث كاذب صراح، وهو غير مذكور في دواوين السنة، وطبعا هو طويل لن أقرأه كاملا، لكن يكفي هنا أن تعرفوا أنه كذب.